صباح الخير أحبتي، وياكم وليد خالد من مركز جي ال سي، المركز العالمي للغة الإنجليزية في الصويرة. حاب أشرح لكم اليوم في الطريقة تختبر بها المستوى مالتك بدون الحاجة إلى أن تجي للمركز وتسجل عندنا عمود تاخذ الاختبار. هذا هو نفس الاختبار تقريبا اللي عندنا بالمركز، فأحب أشرح لكم بصورة مختصرة هذا الاختبار وبأسرع طريقة ممكنة. حتحدد بها مستواك. المستويات مال هذا الاختبار هي A B C. C هو المستوى المتقدم، B المستوى المتوسط، و A هو المستوى الأولي أو المبتدئ. فحاليا احنا هسه مثل ما تشوفون موقع World Leaders in International Education اللي هو EF.com، هذا الموقع ده تشوفه هنا. إذا تحب تاخذ الرابط تخليه بالمحرك مالت البحث وحيطلع لك هاي النافذة. هنا عندك مجموعة اختبارات، احنا اللي يهمنا هو اختبار اللغة الإنجليزية اللي هو باللون الوردي، نضغط عليه مباشرة. بعد أن نضغط عليه ياخذنا النافذة مثل ما تشوفون اختبار اللغة الإنجليزية. هذا الاختبار معد من جامعة كامبريدج، الاختبار دقيق جدا، ومثل ما تشوفون رغم أنه سلاسة وبساطة الجمل اللي موجودة لكن الاختبار دقيق جدا. أجريت عليه أكثر من 100 عينة للبحث حتى يوصلون لكل فقرة على نهاية بهاي الطريقة. فعندك مجموعة أسئلة، عندك 20 سؤال بدون صوت، وعندك 25 سؤال بقسم الصوتي. القسم الصوتي أدق، لكن حاليا للتوضيح هناخذ ال 20 سؤال بدون قسم صوتي. مثل ما حتشوفون هنا نضغط على 20 سؤال، حيطلع عندك نافذة هاي تمنيها. جي ال سي اسم العائلة، هماتين جي ال سي، خلينا نختار اليوم، أول يوم بالشهر، على أول يوم، على سنة، خلينا نقول 87، بريد إلكتروني، خليني أختار English Professor، الجوال، طبعا الهاتف نفسه، بلدي القيمة العراق، خليني أختار، والجنسية العراق. تشوفون شلون مليناها. كل واحد يخلي المعلومات اللي خاصة به، بعدين نبدأ الاختبار إن شاء الله. رقم الهاتف نعيد تكراره، وبعدين نبدأ الاختبار. الاختبار حيكون بهاي الطريقة: I don't feel very well، طلل المطلوب، بعدين تاخذ التالي، طلل المطلوب، تاخذ التالي. فالإجابات مالتكم حتكون بهاي الطريقة، بهاي النمط مال السؤال. بعدين كل واحد من عندهم إلى فد مجموعة إجابات. هسه مثل ما تشوفون أنا ما دا أجاوب على أسئلة، أنا دا أعبرها عمود أوصل للنتيجة النهائية الخاصة بي، ما دا أركز على الأسئلة بصورة دقيقة. لكن الامتحان هذا للتوضيح فقط لكم. هسه دا ننتظر النتيجة تظهر لنا. فمثل ما تشوفون حبايبي بعد ما كملنا الاختبار على الموقع الخاص بالEF.com،
بنروح للإيميل، فبالإيميل وصلتنا الرسالة التالية: هاي جي ال سي، مستواك هو ليفل اي، يعني ضمن المستوى 30% مبتدئ جدا. هذا كل ما في الموضوع، تحياتي لكم.